طيب سؤال، ونحن دخلنا في العشر الأواخر، سائلة كريمة تقول: يقول البعض إن من تصدق في كل ليلة من العشر الأواخر إن صادفت ليلة القدر يكون كمن تصدق 84 سنة، فما مدى صحة هذه المقولة؟ وهل يقاس الأمر على الصلاة وتحسب الصدقة بنفس الطريقة؟ الجواب عن هذا يا أمة الله أن أصل مضاعفة ثواب الأعمال في رمضان عامة وفي ليلة القدر خاصة مقرر في الشريعة، أصل المضاعفة. فقد صح في الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. وفي ليلة القدر جاء قول الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أن العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، أي تعادل من فضلها 1000 شهر. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر فيما سواها. وهذا يقول الشيخ السعدي مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله جل جلاله على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. لم تأتي نصوص صحيحة في تفصيل هذه المضاعفات. لقد ورد في حديث ضعيف: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الحديث فيه ضعف. وردت آثار، مثلا ابن أبي الدنيا ينقل عن الزهري قوله: تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. ابن رجب في لطائف المعارف ينقل قول النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، تسبيحة أفضل من 1000 تسبيحة، ركعة أفضل من 1000 ركعة. لكن على كل حال هذه الآثار تساق للاستئناس وليس للاحتجاج. الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكل قول بعده يؤخذ منه ويترك، فيحتج له ولا يحتج به. الخلاصة أن الموفق يجتهد في أعمال الخير في رمضان عامة وفي هذه الليلة خاصة، وينتظر العطاء المدهش من ربه جل جلاله سبحانه وتعالى.